شفق عبد واحد وكيل احد حزب التجمع الوطني الاحرار. اليوم تشرفنا بالزياره ديال السيد رئيس الحزب للمنطقه والدائره التشريعيه ديالنا المناره، وكذلك بالضبط المركب التجاري ازلي. هذا المركب التجاري اللي كيعتبر قلب النابض ديال المنطقه نظرا لتواجد واحد المجموعه ديال المحلات التجاريه وكذلك مجموعه ديال التجار. فكانت اللقاء بالساكنه وكان اللقاء كذلك بعد مجموعه ديال المواطنين اللي كانت يعني تجددوا الترحاب ديالهم وكانوا فرحانين بملاقاه السيد الرئيس وتحاوروا معاه في واحد المجموعه ديال القضايا اللي كتهم الساكنه. فيعني كان واحد الجو يعني ساخن جدا والحراره ديال اللقاء كانت قويه نظرا يعني بالسخونيه ديال البرنامج ديال حزب التجمع الوطني الاحرار اللي كتعرفوا اللي هو اليوم برنامج جد واقعي، برنامج يستند على مجموعه ديال المعطيات اللي هي واقعيه، مستند على الارقام، فيه واحد المجموعه ديال المعطيات والمزايا اللي غادي تخص المواطنين بالدرجه الاولى، كذلك الشرائح الاجتماعيه بمختلف مكوناتها. اليوم حنا كنفتخروا جدا جدا بهذه الزياره هذه اللي كان فيها واحد اللقاء وتواصل مع يعني التجار والساكنه ديال المنطقه ديال المناره. كان عندنا اليوم يعني واحد التراجي اللي هو تحاور فيه السيد الرئيس مع هاد المواطنين، وفعلا كانت واحد الترحاب اللي كان منقطع النظير، وكانوا مرحبين به ومرحبين في الفكره ديال انه التجمع الوطني الاحرار اليوم هو البديل وان مراكش تستاهل الاحسن. رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية وعضو الفيدرالية الوطنية كنت واجدو بأزلي ودرنا جولة مع الأخ الرئيس في نطاق الحملة الانتخابية. هذه الجولة اللي كانت مفرحة وكان تجاوب ديالها ديال الساكنة ولا التجار مع السيد رئيس الحنوت، وهذا إلا كيبين هذه سياسة القرب اللي احنا كننهجوها خمس سنين هذه مع المواطن من خلال الإنصات ومن خلال التظاهرات ومن خلال التواجد ديالنا في الميدان يعني منذ خمس سنوات، وحنا خدامين بأريحية في حزب التجمع الوطني الأحرار. ما كناش دكاكين سياسية، احنا كنا خدامين خمس سنين هذه ومتواجدين مع المواطنين ومتواجدين مع جميع الهيئات من محامين واطباء وتجار، وكنا دائما في الانصات ديال المواطن والهموم ديالو. ومن ثم انبثق البرنامج ديالنا اللي هو برنامج اللي عنده مباشر مع المواطن المغربي من صحه وشغل والتعليم والحمايه الاجتماعيه والاداره. هاد الحاجات اللي احنا عشناهم وخدمنا عليهم قبل جائحه كورونا ومن بعد جائحه كورونا، عرفنا شنو هي الاهميه ديالهم لانه عرات شحال من حاجه وحنا كنا خدامين عليهم. اللي متبع المسار ديالنا في التجمع الوطني الاحرار كيعرفكم اللي بدينا خمس سنين هذه بادين بنفس الاولويات اللي ولاو عندنا في اخر مطاف، التزامات اللي كان غنحققوهم مع المواطن المغربي بصفه عامه على الصعيد الوطني، وحنايا على الصعيد المحلي غنخدموا نفس الحاجه انه نفس الهم اللي ديال المغاربه كاملين هما هاد القطاعات الحيويه والمهمه. امال مراكش مراكش سهل احسن.